انا عايز اقول لحضراتكم ان كره السله لعبه غنيه بالمهارات، يعني مليانه مليانه مهارات. فلما يبقى في لعيب موهوب الناس بتحبه والجمهور بيحبه، ايهاب امين احد المواهب اللي جت في تاريخ كره السله اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنها كتير. ايهاب صح ولا لا؟ الحمد لله، يعني لسه بدري في الكارير بتاعي، وان شاء الله يعني السنين الجايه يبقى فيه احسن كمان ان شاء الله. ايه قصه ايهاب امين؟ اروح لمين وايه القصه دي؟ احكي لي. الموضوع كوميدي جدا. هو يعني اول ما رجعت من امريكا على النادي الاهلي كان اول ماتش الزمالك في الكاس دور 16، ودي تقريبا يعني كانت اول مره يعني ارتباطي مع الجماهير. ماتش الزمالك كسبناه الحمد لله، واللي حصل فيه طبعا الواقعة الشهيرة، موضوع الكوبري اللي هنتكلم فيه ده. بالظبط. فبعد الماتش بقى ده من ساعتها هو الجماهير خلاص بتناديك بالنداء ده. روح لمين؟ انا عايز اقول لك ان في الماتش ده انت ما عملتش حاجه غلط، يعني انت فنيا ما فيش حاجه تمنع ان انت تحط الكرة كده. انت كنت بتاخد الكرة ورايح على السايد لاين انا فاكر، فهو اتقفل لك السايد لاين، فانت لو طلعت تطلع بالكرة بره فما لقيتش اي طريقه غير انت تلعبها من بين رجل اللاعب وتلف تاخدها من الناحيه الثانيه. فمش ده اللي حصل ولا انا غلطان؟ بالظبط. وانا يعني اكيد مش هبقى ده اللي قلته قبل كده، مش هبقى مفكر ان انا يعني هو اللي هيحصل لنا هو هيفتح رجله فانا لا. هو انت بيحصل حاجه في ثانيه واحده بتروح انت مرياكت عليها، فهو ده اللي حصل في الوقت ده. ويمكن حصل في بطوله افريقيا نفس الكره، حصلت السنه اللي فاتت في الدوري في كذا ماتش تاني، يمكن ما حصلش الضجه ولا صحيح الكلام عليها زي ما حصل في الماتش ده بالذات. وحصل بتقول حصل في افريقيا، وفي افريقيا الاخرانيه بطوله افريقيا الاخرانيه عملت نفس الكوره. يعني بتحصل في الان بي اي، بتحصل في دوريات كتير، وما بيحصلش اللي حصل يعني. وده اكبر دليل ان ما فيش عقوبات اتوقعت عليك لان انت ما عملتش حاجه غلط. طبعا. لا يعني دي مهاره عاديه جدا. يعني انت بتحط الكوره ساعات بنلاقي حتى باصه من بين رجل اللعيب اللي قصادك عادي. لا دي بتعمل كتير كمان دي، بس جمهور الاهلي خدها وقلبها موضوع كده حلو يعني، وعمل ارتباط، وكان ده بدايه التعارف بينك وبين جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن قصه انضمامك للنادي الاهلي يا ايهاب. احنا عايزين نجيب كلام ما قلتوش قبل كده. انت يمكن ظهرت ببرامج واتكلمنا ويعني بس احنا بقى عايزين نجيب بقى الكلام اللي ايه اللي هو ما بيتقالش في اي حته. انت كنت في امريكا كواليس بقى، انت كنت في امريكا وكنت بتلعب في جامعه كويسه جدا من توب 5 يعني، يمكن هناك في الان سي دبليو اي، برغم ان انت ما رحتش عليها، انت رحت على جامعه صغيره وبعد كده هم اللي طلبوك. جيت ازاي النادي الاهلي؟ يعني هو انا في الاول خالص كنت في امريكا بخلص اخر سنه في الجامعه خلاص في الاخر، ما كنتش يعني في حساباتي خالص ان انا ارجع في مصر السنه اول سنه بعد الجامعه بعد التخرج. فكنت راجع اجازه يعني، يمكن قبل حتى ده كان الزمالك بدا يتفاوض معايا وانا في امريكا نادي الزمالك، وكنت يعني سايب الموضوع كده. بس يعني كنت عارف ان انا مش هرجع مصر يعني، ما كانش اوبشن بالنسبه لي. كنت عايز اروح اوروبا. كنت عايز اروح اوروبا، كان جاي لي فرص هناك، كنت عايز يعني كنت عايز ابدا مشواري هناك حتى لو واشوف الدنيا هتمشي ازاي، تجرب ده كاريرك. بالظبط. كنت لسه كمان 23 سنه، فكنت حاسس ان انا صغير ولسه صغير الحمد لله. فدي البدايات. بعدين رجعت اجازه بقى في شهر 7، كانت بالنسبه لي اجازه عاديه اللي هي اجازه الصيف. بالظبط. هرجع اخد اجازه وبعدين هرجع امريكا تاني اتمرن واجهز عشان السيزون الجديد. ايجنت يوديك في اي حته. بالظبط. وكنت ماضي مع ايجنت وقتها وما كانش مصري. و اللي حصل بقى ان انا لما رجعت مصر بدات اتكلمت مع كابتن مرعي في اسكندريه، كنت اجازه في البيت طبعا. اسكندراني. اسكندراني طبعا، اسكندريه والبحر وبتاع. بالظبط. وكابتن مرعي كان ماسك سبورتنج ساعتها. لا كان وقتها الاتحاد. كان وقتها الاتحاد. واتكلمت مع كابتن مرعي وحصل واتكلمت مع نادي الاتحاد يعني و باشمهندس مصلحي وكل الناس. وضع طبيعي ان يتفاوضوا معاك. بالظبط. وبعدين بقى دخل في الصوره لما النادي الاهلي دخل في الصوره، اخر نادي دخل في الصوره. يعني انا ما فكرتش طبعا وقتها كتير، الموضوع يمكن خلص بسرعه، ان انا يعني كان بالنسبه لي شرف يعني ان انا في النادي الاهلي ونادي كبير جدا. وبرده هو اخويا الشريف، اخويا الكبير دكتور شريف امين، هو اللي يعني مسؤول عن كل حاجه تقريبا في الكارير بتاعي، من اللي اروح العب فين هعمل الحاجات دي. فهو دي معلومه جديده. هو اكبر منك بقد ايه؟ لا بكتير، هو 39. بسم الله ما شاء الله. يعني فهو متبنيك، هو يعتبر والدك، او يعني طبعا ربنا يعني يكرمك. والدي الثاني. والدك الثاني. بالظبط. طيب وهو قال لك ايه بقى لما هو اهلاوي طبعا اكيد. طب قال لك ايه لما الاهلي دخل؟ هو كلها اهلاويه فعلا. هو بابا وماما اهلاويه جامد. اتفرجوا على ماتشات الكوره وكلها يعني. بابا مش بيتفرج على الرياضه اصلا تقريبا. بس اهلاوي. بس والدتي هي الاهلاويه يعني، تابع الاهلي جامد.